والموضوع ما يحتاج الى كلام كثير. ما حكمت به المحكمه الموقره اليوم في قضيه اخونا الشيخ مزمل والصوفي محمد المنتصر اللزيري وهو الذي رفع الدعوه هو الشاكي والغريب ان يكون الظالم شاكيا وأن يكون المتعدي مبتدئا بالشكوى هذا غريب ومن يستحق العقوبة هو الشاكي هو اللي يستحق العقوبة فالحمد لله سبحانه وتعالى ما نطقت به المحكمة الموقرة من براءة شيخ مزمل مما نسب إليه من الدعوة إنه أشان سمعة الإزيري وأنا ما أدري أي سمعة هذه سمعة خلت من توحيد وخلت من سنة وخلت من صدق دي دي, دي, دي سمعة ذات اللي كويس لكن على أي حال أنا تعليقي في نقاط النقطة الأولى مسلك الشكاوى هذا هو مسلك أهل الجاهلية كما قال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال أنهم كانوا إذا غلبتهم الحجة فزعوا إلى السلطان أول ما الواحد تغلب الحجة من الكتاب والسنة طوالب يفزع الى السلطان قال تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه قالوا لفرعون تخلي موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابنائهم ونستحيي نسائهم وإنا فوقهم قاهرون ليه؟ فلذلك أولا الشكوى اللي تقدم بها دليل واضح على عجزه عن الحجة لأنه قبل كده ناظر شيخ مزمل مناظرة أنا كنت حاضر خمسة دقائق ما تمت انتهت المناظرة والإزارك في آخرة قام بضارب وبشكل بيدينه هذا كما جاء عن قوم ابراهيم لما قال لهم: افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ها أه طوالي اول ما ينقطع عن الحجه بيلجأوا إما للمشاكل أو يلجأوا إلى السلطان والحمد لله هنا السلطان قام فينا مقام العدل المطلوب نحن لا بنقول وقف معانا ولا وقف مع الصوفية إنما قام مقام العدل فنظرت المحكمة إلى القضية المقدمة إنه شيخ مزمل يتكلم فيه في بعض المقاطع وحكم على الإزارق بأحكام منا ضال منا داعية شرك منا كاذب أو كذاب إلى آخره فطلبت المحكمة حجة الطرفين فلما قدموا ما عندهم وقالوا هذه المقاطع اللي تكلم فيها آه مزمل في الإزارق. طالبت المحكمة أيضاً الجانب الآخر بأنه يقدم ما عنده من حجة اللي بنى عليها الحكم في الإزاري فقدم الشيخ مزمل ومحامي الدفاع جزاه الله خير أخونا شيخ أمجد الأستاذ أمجد الصغيرون قدموا ما عندهم من المقاطع التي تفيد أن الإزارج يستحق ما وصفه به الشيخ مزمل من الاوصاف مقاطع مسموعه مشاهده منها ان الإزارج ينفي صفه الاستواء وينكر هذه الصفه ويقول لو او عندما قال الله تبارك وتعالى اذا السماء انشقت يقول يعني الله بتلب ولا شنو وأنا سمعت بنفسي يتكلم في الإذاعة يقول قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال ربنا بمشي يعني, يعني بتلف مع السماوات يعني بتلفة وهذا الكلام لا شك أبدا أنه كفر بالله تبارك وتعالى نقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء المجلد 14 عن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال من أنكر أن الله تعالى في السماء فهو كافر هذا بالنص ده إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن الإمام الش.. الإمام أبي حنيفة أنه قال: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال فهو كافر قال لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى ونقل أيضا كما في تلبيس الجهمية وفي غيره وعند الدارمي أو الدارمي في النقد على بشر المريسي وفي غيرها من المراجع عن الإمام ابن المبارك من كبار أئمة التابعين أنه كفر الجهمية وقال خلاصة قولهم أنه ليس في السماء إله إذا يا أخواننا كون زول ينكر أن الله في السماء هذا كافر عند العلماء الأئمة سيبك من كلامنا نحن عند العلماء الأئمة الكبار أئمة الدنيا هذه مسألة واحدة مسألة واحدة سيبك من بقية المسائل اللي أخذت على الرجل يقول أن الشيخ ممكن يخلق مع الله يخلق وربنا سبحانه وتعالى يقول الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين يقول الشيخ ممكن يخلق وغير من الاباطيل والمنكرات اللي اخذت عليه لذلك حكمت المحكمه بأنه آه الـ 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 ما تكلم به الشيخ مزمل وما وصف به من اوصاف ما تدخل في ماده اشانه السمعه لان الرجل تكلم بهذا الكلام في العلن ودعا إليه ويجاهر به بل إذا كان هو بيتكلم عن إنه ديش على السمعة هو تكلم في أئمة وفي علماء علماء بحق وأئمة للدنيا كلها شيخ الإسلام ابن تيمية هو يقول ابن تيمية كافر عند الذهبي وكذاب كذاب والله الذهبي ما كفر ابن تيمية بل الذهبي من اخص تلاميذ ابن تيمية وراجع ثناء الذهبي على ابن تيمية في كتاب تاريخ الاسلام في كتابه سيرة اعلام النبلاء في المجلد لعله الاخير في طبعة بيروت جايبينه المجلد الاخير وكاتبين عليه المجلد المفقود ليه؟ الاوراق اللي فيها الثناء على ابن تيمية من الذهبي سرقوها ناس حاقدين على على ابن تيمية من زمان سرقوا المجلد والاوراق اللي فيها ثناء الذهبي على ابن تيمية سرقوها وضيعوا المجلد اللي فيها كويس وبعد ذاك صنفوا كتابا سموه بالرسالة الذهبية فيها انه الذهبي بتبرأ من ابن تيمية وبيطعن فيه وبيكفره والذهبي ما قال كذا أبدا بل ابن حجر العسقلاني اللي بعد الذهبي بأكثر من 200 سنة كويس ابن حجر صنف كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ونقل ثناء الذهبي على ابن تيمية صفحات نقلها في الدرر الكامنة كويس لكن اللي بيسالوا منو اللي بيتكلم معه منو يفتري على أئمة الإسلام يزعم بأنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يكفر صحابي من الصحابه وكذاب ابن باز كان يدافع عن الصحابي لكن يقلب الكلام ويغير ويحرفه حرف اقوال الائمه الاربعه في الاستواء وفي غيره من المسائل عموما التعليق على على الكلام ده يطول لكن الحمد لله رب العالمين المحكمه الموقره انصفت القضيه تماما والصوفية بعد أقول لهم هتعملوا شنو أنا بس راجع أشوف أه؟ الخطوة الجديدة شنو الجاية فتحت بلاغ ما نفع درت أناقشونا غلبكم مناظرة في التلفزيون آخر أخبار بلغتنا عن أحمد داود دل دا كان معه المناظرة في التلفزيون دي آخر أخبار بلغتنا قالوا له يا اخي في واحد وهابي ثاني داري دي قال تاني ما داري مناظره مع وهابي انا ما داير وانت شفت حاجه لسه مناظره في تلفزيون ما بتقدروا في الجامع ما بتقدروا البلاغ فتحتوه في المحكمه رجعتوا خايبين انتوا ثاني الشغلاتكم دي كيف يا صوفيا هتعملوا شنو ثاني لقدام بالضبط ورونا يا ناس ما تبقوا انتوا ناس فاهمين ارجعوا يا اخي للكتاب والسنه انتوا ايش غلبكم؟ كم كم طريقه قاعده في البلد دي؟ يا اخي ما يرجع لرشده الدين ما واضح يا اخي انتوا اللي في شيوخ بناديهم بناديهم حيين ميتين بناديهم تناديهم لم انت ها؟ انت بتخش لك قبر ربنا بيسالك تنادي لفتين ربنا سبحانه وتعالى قال لك وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ما كلام واضح ده دا لا دار له وهابيه، لا دار له ابن تيميه، لا دار له محمد عبد الوهاب، لا دار له محكمه، ما داير ده كله يا ناس واضحه، عقيده واضحه. عبد الوهاب قال يفهمه قال ببيان يفهمه ابلد العوام. اصغر زول شافع صغير. تجي تقول لو ربنا قال فلا تدعوا مع الله احدا، تاني في حاجه؟ ما في حاجه. شنو محاكم وطالعين ونازلين ومحامي داخل ومحامي مالي وان موكلي، موكلك في شنو؟ وفي شنو؟ دعاء غير الله ما نص القران انا قابلت واحد برا البلد دي كويس قلت له يا اخي والله كده وعندنا قضيه والقضيه في شنو؟ وقال لي في قلت له في دعاء غير الله وواحد دعا غير الله وقال بيجوز تدعو غير الله ونحن مختلفين انه دول مشرك ولا ما مشرك؟ جاب لي الكراس بتاع ولده في سنه خامسه قال له يا هدى دعاء غير الله شرك ومن دعا غير الله فهو مشرك المسألة ما دار كثيرة ما ما محتاجين ده كله نحن ها أه؟ ورغم انه القضاء بحمد الله سبحانه وتعالى وقف الموقف الشرعي لكن يا صوفية نحن ما دايرين نصل للقضاء هناك القضاء ده خلوه مشغول بقضايا تانية البلد دي فيها مسائل تانية مشغول بالقضاء في ناس عندهم مراضي في ناس محاكم في طلاق في مواضيع تانية خلو القضاء في المسائل دي تعالوا نقعد في قرآن وفي سنة يا ناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي الموضوع ده دا ما دار له محكمة ده دا داير آية وحديث بينتهي الموضوع ببساطة شديدة لكن الناس زيل ها آه نحن بحمد الله زي ما اتصلت على والدتي قبل كلمتها بالموضوع ده فقالت لي قل للجماعة ديل نحن ها آه الوجعنا الوقعنا فيها مرقنا منها انتوا ابقوا نجاد امور امور بتقع فيكم بعدين يوم القيامه بعدين قدام الله انتوا عارفه حلوا من دي نحن دي انحلينا منها <applause> <applause> الحمد لله دي نحن مرقنا منها يا ناس ابقوا في اللي بخلصكم نحن في الدنيا دي لو قلتوا وهابيه وقلتوا كفرتوا الامه وفرمتونا بفرامه فرم فرمتونا ده كله ما بحل لكم بعدين قدام الله ربنا قال فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين انت بتجي في الدنيا هنا بتفتري على الله تقول لهم تجوز تنده الشيخ وتدعو والشيخ ينفع ويضر ويخلق ويرزق ويدي الجنه ويسوي اي حاجه انت لا الله حتقول ليش بعدين يوم القيامه ربنا قال لك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم انت حتقول لا الله شنو بعدين يوم القيامه فالواجب الناس اللي يتوبوا ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. يتعظوا يرجعوا الى الله اذا كان انت في الدنيا هنا ما قادر تواجه على الحق. انت في يوم القيامه تقول شنو؟ على اي حال ال الكلام يطول وانا ما اقدر استطرد اكثر من كذا، اكتفي بالشيء اللي قلته واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا والجميع الى ما يحبه ويرضاه هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.